طيب انا دايما بقول انه اهم حاجه استفاده من البطوله دي يا كابتن اللي هو الانسجام اللي يصنع بين الجهاز الفني الجديد مع لعيبه المنتخب. دي نمره واحد. ازاي ينسجموا مع بعض؟ ازاي يعملوا شكل كويس؟ ازاي تحس كمتفرج مش لازم جملتين ثلاثه، ازاي تحس ان في كيمياء راكبه بين المدربين؟ خصوصا الحواديت كتير قبل اول ما كابتن حسام مسك، يعني الحواديت عماله تتقال بقى والتنشنه والخناقه وماسك لهم العصايه، يعني احنا والراجل قبل ما عشان 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 هو قصيته كده. بص يا كابتن، انا بشبهه بجمال بالماضي شويه. جمال بالماضي قليل ادب قوي مع اللعيبه. لا مش ده، ما نقول شديد، بلاش كلمه قليل ادب شديد. لا 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 لا، بيقول الفاظ فرنساوي. ايوه اسمها شديد. يعني انت فاهم، بس ما بيبانش عليها كابتن شديد، يعني ايوه بلاش شديد. اسمها شديد، شديد على اللعيبه، قوي، ما بيبانش عليه في الملعب، ما بيبانش قدام الكاميرا، بيبقى هادي شويه، انما في الملعب في التمرين بيبقى كده. حسام الاثنين مع بعض، فلو هدي قدام الكاميرا وفي تجانس بينه وبين اللعيبه، حسام ممكن يترخ يا كابتن. بكلمك يترخ بجانب. يعني يعمل تاريخ كبير لنفسه ومنتخب مصر. كله عنده العوامل كلها. عميد لعيب العالم، من احسن هدافين مصر اللي مره اسمه سابقه كابتن. اسمه سابقه، دي مساعداه 20% من اللي ممكن يشتغل، وكل الناس مهيئه تساعده. ودي حاجه كلها. هي دي الاهم. مصر كلها افضل. هي دي الاهم. حسام المدرب الوحيد اللي جه بظهير جماهيري غير مسبوق من ايام الكابتن الجوهري. من ايام الكابتن الجوهري، مش هقول لك حسن شحاته. حسن شحاته ما جاش الكابتن الجوهري بيجي كده برضه. لما جاء الكابتن الجوهري لما كان بيمشي ويرجع، فاهمني، هو ده بيرجع الجمهور اللي بيرجعه، الجمهور اللي بيرجعه. فحسام حسن جاي بدعم جماهيري غير مسبوق، حتى يمكن الكابتن حسام البدري علق عليه وقال لك حسام بقى الحسن انا ما عشتش الدعم ده، ما عشت، وده حقيقه. واخد دعم أيوة. غير مسبوق. استاذنك في الحته دي، معلش يا استاذ خضري، لان انا فكرت فيها. حسام البدري مسك العصايه من النص وضغطوا عليه في حاجات ومشي معاهم. ايهاب جلال كان مستسلم قوي، هو لحق يستسلم ايهاب بالظبط. حسام مشي بعد قبل ما يجي. ما انا فهمك، ما حسام برضو نضج جامد. انا اشتغلت معاه من 8 9 سنين في المقص، لا نضج عن الفتره دي، فهو هيتعلم. عشان كده لو حسام إيه؟ حسن ذبح القطه من اول يوم. يعني الدوري يعني. وعمل معسكر بدري وما اعرفش وعمل ايه يعني. صح يعني الكابتن حسام برضو ما انا عايز اقول كده ما انسقش. لا، ما هو استفاد من حسام، وطلع اعترف بكده ان احمد دياب رئيس الرابطه قال لك رغم ان الدوري في خطر لكن احنا ما كانش قدامنا غير ان احنا ننفذ طلبات الكابتن حسام، وهو اصر على طلباته. هي ايا كان، ايا كان، ما انت ممكن لا يعني النهارده كل الناس ممكن نطلب وما بقاش في استجابه، كل الناس بتستجيب له اهو. ده بص يعني انت لبن العصفور. يعني كده مفيش حاجه، لبن العصفور. وهو لازم كابتن حسام يعرف ان في فرق بين الانديه اللي كان بيدربها وبين منتخب مصر. بس انت مش حاسس ان في لوك جديد؟ طبعا كابتن حسام. لا، وتلاحظ اللعيبه، يعني طبعا هي اللعيبه اي حد يمسك التدريب يقول لك ده احسن مدرب مسكنا ومش عارف، هي نفس ده عادي. بس هو انا شايف ان في روح بنت في الصوره بتاعت محمد هاني وابراهيم حسن. حتى بغض النظر يعني بان ان في روح جديده، وده اللي احنا كنا الرساله اللي بنوصلها، ان تدريب الانديه مع احترامي المقاصه فيوتشر الزمالك مختلف عن المنتخب طبعا. طبعا انت بتتعامل مع لعيبه محترفه، مع نجوم كبار. لا، بتتكلم مع نجوم كبار الصف الاول. فاللي انت بتقوله ده ما ينفعش يمشي مع اللعيبه دي. لا، واللاعب اللي يخش منتخب هو عنده صفات اهلته يخش، يعني لازم يكون ملتزم طبعا، لازم تكون لياقته عاليه، لازم يكون ذكي، لازم يكون لياقته الفنيه عاليه. فهو مش محتاج بقى. وبانت في ايه بقى؟ مش محتاج شخط ونطر يعني. وبانت في القصه اللي بين الاهلي. ماشي ماشي، بس هو كده اوريدي جاي لك جاهز اصلا كشخصيه. حد بانت في القصه اللي بين الاهلي وحسام حسن. بنت هو ممكن استفاد من قصه محمد صلاح في ايه؟ مفيش كلنا صدام. عرفنا ان مفيش صدام. يمكن انا قلت بس مش عارفين الحل. انا قلت ان مفيش صدام. ما هو الحل ايه؟ الحل مش ان هو زي ما انا اقترحت، ان او الناس كتير اقترحت مش انا يعني، بس ده خد بالك احنا عايزين يوم زياده. انت عايز تقلل يوم. ده خد بالك الماتشات 22 و23 الاولانيين، وبعدين اضطروا يعملوا الاثنين في اليوم 26. فانت عايز يوم، انت عايز يوم زياده طبعا مستحيل. بس هي الفكره ايه؟ الاتفاق عايز تقلل يوم. انا عايز اقلل يوم. مزنوقين في يوم. لا، هما الاتفاق تم على ايه؟ الاتفاق تم ان انت لعيبه الاهلي يعني بالراحه عليها في عدد منهم ما لعبش الفاينل. عدد منهم ما لعبش الفاينل يعني، وفي الغالبيه هتبقى المحترفين. بس خد بالك فحسام حسن ده وارد. ما هو ده عندك على فكره صحيح. انت عندك سته محترفين يا فندم. ما تونس قال لك جابوا المسلوسي وكذا لعيبه، وقال لك الترجي ياخد لعيبته. مظبوط. ايه المشكله؟ مزبوط. يعني عايز اقول ايه؟ الاهلي فيدي، الاهلي فيدي. انا ما بلومش على الاهلي في الموضوع ده. وبرده حسام حسن مسته ان هو بقى ايه؟ تفهم الموضوع، ما ركبش دماغه وانا بقى هذبح القطه وانا هي لازم العلاقه بتبقى كده. والانديه والاهلي بصراحه
ما حبش يعمل صدام لحسام حسن في اول مشوار. فهي بقول لك الدنيا كلها واقفه مع حسام. بس تونس جمعه الزمالك برضه العالف الا ما يعني سابوا لعيبه الترجي عشان افريقيا وسابوا علي معلول عشان افريقيا عشان وخدوا المسلوس اه بس قصدوا الزمالك لا لا الفكره هي كل العوامل سؤال لا لا يا عم طولت انت ليه لا انا عايز حسام حسن يستاصل الزمالك ياخد لعيبته لا بس برضه عشان برضه الحق صبر لا الزمالك ماتش يوم 31 اه يعني الاهلي المشكله في الاهلي لو يوم 30 مفيش مشكله ما كانش حد طرح المشكله صحيح بس هو الاهلي يوم 29 قبل يومين الزمالك هيلعب مع مودرن فيوتشر يوم 31 خد بالك ايوه فمفيش ازمه يعني سواء اتخذت لعيبه اتخذت مسلوس ما اتخذتش مش هيسافر لا غير كده لا انت بتك اربع خمس ايام قبل الماتش كويس طبعا هي طبعًا. مشكله الاهلي انه اللعيبه هتروح 27 ماتش 29 وبره على فكره الاهلي انت لو بصيت لعيبته معظمهم مش هيلعبوا يعني اللي هيلعب مثلا ابو جبل عواد مصطفى شوبير مش هيلعب انت لو لعب محمد هاني ماتش واكرم ماتش يبقى حلو الاكرم اكرم اصلا ما بيلعبش أيوة. وهتلاقي كده أيوة. يعني 2 3 لعيبه لا انت عندك النهارده يعني مودست مش هيلعب انت عندك النهارده المفروض حجازي يلعب حمدي فتحي في نص الملعب هيلعب حجازي مفترض هيلعب مصطفى محمد فيروت هيلعب فانت هتلاقي 3 لعيبه ولا حاجه تريزيجيه كوينج ليفت هيلعب الشحات خرج للاصابه فانت بتتكلم لا الشحات سليم يعني مش قصدي مش خارج. بس الشحات هيلعب الماتش عادي مع سيمبا ما فيهوش مشكله مش سليم يعني ايه سليم هيلعب سيمبا لو ما لعبش هحاسبني لا ما هيلعب سيمبا ما حدش قال مش هيلعب طب يبقى مصاب ازاي هو محتاج اربع خمس ايام تاهيل طب يعني بيلعب يعني ما انا مصاب يعني هيلعب ولا مش هيلعب هيلعب ولا مش هيلعب يعني خرج ومش مصاب هيلعب ولا مش هيلعب لا هيلعب انت لسه بتقول الدنيا كانت هاديه بيه فمش محتاج يعملوا التمثيليه دي عشان يعني انا بقولش تمثيليه ما انا بقول يعني هو ايه يعني ايه فاهم ايه لا خد بالك حاسس انه هيبقى مصاب خد بالك الماتش ياخدها يوم 29 ما انا بقول لك هو اتعور امتى او حس بالالم ده امتى يا فندم انا بقول لك من 3 ايام يوم 16 من 16 ل 29 13 يوم فيها يعني برضه مساحه زمنيه مش وحشه يعني مساحه زمنيه ان هو يتاهل هو حاسس ان عنده تقل في العضله قال لك في تقلصات قال لك يا رايح لو هيلعب من البدايه ماتش مع ان الكابتن حسام خد بالك من اكتر اللعيبه اللي كان بيتكلم عنها كويس جدا قبل حتى ما يتولى كان هاني وحسين الشحات يعني كان يتكلم عن محمد هاني كويس جدا هو اتكلم على هاني قبل ما يجي المنتخب يعني اول حاجه قبل وعلى حسين طب بيتكلم صراحه اتكلم على محمد وانا فاكر كابتن حسام حتى لما كان بيتكلم على فيتوريا والقايمه اتكلم عن حسين الشحات واستغرب ان ازاي حسين مش موجود في من اهم لعيبه في مصر فعموما بقدرات حسين وهاني صراحه طبعا انما في وجود تريزيجيه ومرموش حتى لو حسين موجود حتى لو لعب ماتش او شوط ده طبيعي يعني اخره في الماتشين دول هيلعب شوط يعني شوط انت عندك ثلاثه عندك تريزيجيه وعندك مرموش متالقين جدا بره طبعا ومع حسين فطبيعي زي ما انت بتقول صحيح انه كده كده الاعتماد على نص الملعب كانش هيبتدي عندك لعيبه كتير يعني منهم حمدي فتحي مثلا طبعا فتوجد تلاقي امام ياخد ماتش هتلاقي هاني زي ما قال خضره كده هتلاقي عبد المنعم هتتظبط يعني هو زي ما قلت لك الخمسه اللي هم هي عبد المنعم ومصطفى هاني. شوبير وهاني مصطفى شوبير مش هيلعب. مصطفى هيلعب يعني هو اللي مش هيلعب في الاهلي هيلعب ماتش سيمي لا كله هيروح الاهلي يعني انا قصدي الخمسه اللي هم لا خمسه هيبقى إيه؟ عليهم الدولين دول كلهم هيلعبوا في الاهلي مع الاهلي لا بس فيهم خمسه الاساسيين يا فندم الدول هو في حد كله اساسي في المنتخب كلهم هو في حد في المنتخب مش هيلعب اساسي في الاهلي باستثناء اكرم يعني باستثناء اكرم مين؟ بس واحد بس اكرم ماشي وحسين ساعات بيقعد وكان حسين ساعات بيقعد لا ما كوكا اصلا وكوكا ساعات يعني كان بيلعب وبيقعد يعني انا بقول لك في خمسه اللي هم العمود بتاع اللي هو عبد المنعم مصطفى دلوقتي محمد هاني وهاني ادي ثلاثه مروان اساسي لان ياسر برضه مصاب وامام ورامي اساسي وامام اساسي ومروان عطيه اساسي وحسين كله اساسي كله اساسي